هذه الزاوية الحمد لله، وهذا الولي الناس كانت تحزره من بعيد من 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 جميع الدول، الدول المجاورة، معروف ب ب ب ب ب بعلمه ومعروف مكانته وموقعه، والحمد لله احنا اللي متواجدين عنده ونجوه دائما حفاته، والناس اللي مستصعبة اللي محتارمة بيه ومقدرته تجيه من كل بلد من 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 جميع انحاء المملكة المغربية، وهذا الحمد لله اللي متواجد اللي موجود اليوم، الزوايا والاضواء والماء، هذا الفضل يولي لجلالة الملك والمملكة المغربية اللي اعطت مكانة لهذا الولي. وسنويا الحمد لله يجي الحاج بالملكي هون، والاول من شي يسمك فيه هذا 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 الولي، تقديرا من المملكه المغربيه ومن جلاله الملك لمكانه هذا الشريف، بما انه هذا الشريف من سلاله النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا اليوم متواجدين عنده، والناس الحمد لله العلم والدين والثقافه ودوره في العلم معروف، فهمتني؟ هذا الراجل عليم وكله فن ومعروف في الخلوه، مكانه في الخلوه راعي في واد الشبيكه، دور الشبيكه اله الخلوه، كان فمته يدرس العلم والناس تدرس عنده العلم وتقرا عنده القران وتواجد عنده الحمد لله، ومكانته معروفه ما خارج الحمد لله، هذا كامل، هذا شمال المغرب العربي هذا كامل الحمد لله، شمال افريقيا معروفه مكانه الشيخ صاحب الرقيبي، فهمتني؟ هذا 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 احنا رايك متواجدين عنده الحمد لله، وهو كثافه كباره من الناس، ففي الوقت اللي تكون العطله المدرسيه تجي الاحفاد العائلات فهمتني من مختلف الحمد لله الجهات، تجي هون تقضي عنده اسبوع ديال العطله، والحمد لله هم اللي الرقيبات متواجده يوميا هون، فهمتني؟ والحمد لله هذا بفضله هو مكانته.